طيب يا ترى تجربتك في هذه المحاضرة اخبرنا ماذا تريد؟ أنا أقول لك عندما نحاول نسمي أبنائنا في عندنا مجموعة مواصفات أو مجموعة شروط يفضل يستحسن أن نلتزم بها. رقم واحد أن يكون الاسم له أصل عربي، لأن إحنا أمة عربية نعتز بهذا التاريخ ونعتز بهذه اللغة، فيفضل أن يكون له معنى في اللغة العربية. هذا واحد. اثنين، يفضل أن يكون لهذا الاسم، يفضل أنا نقول يجب، فرق بين في ناس يسمعون هذا يقول سيئ كذا، لا لا، أنا دائما في حياتي دائما عندي يستحسن، ودائما أقول في التربية أيضا في إحدى المحاضرات ذكرنا في التربية أكثر شيء أرهق الأبناء كلمة المفروض وأخواتها، مفروض لازم يجب، هذه مرهقة للتربية، يفضل دائما يستحسن يفضل يود، دائما هذه اللغة نوعاً ما لطيفة عندما نعطي الأوامر لمثل هؤلاء الأبناء في مثل هذه الحالة، ولا أقول هذا يستحسن تمام في عندما نطلق هذه الأسماء. اثنين، إذا واحد يكون له معنى باللغة العربية. اثنين، أن يكون حسن المعنى، معنى جميل، هذه أيضا من النقاط المهمة. ثلاثة، أن يدل الاسم المذكر على مذكر، في أسماء هي مذكرة وتصبح مؤنثة. من يعطيني مثال؟ ها؟ مثل؟ صباح. أحسنت، ما أروعك، ما أجملك، وجعلك إن شاء الله دائما مصدق في الدنيا والآخرة يا رب إن شاء الله. أحسن. مثل عطية، اسم عطية، عطية ينفع يكون للذكر وينفع يكون للأنثى. طبعا هذا عيب، ما أقول عيب، أقول يفضل أنك تعطي اسم المذكر يدل على المذكر والمؤنث يدل على المؤنث فيما متداول فيه. بعض الأحيان حتى أسماء مثل أريج، عبير، هذا تداول من أسماء ماذا عندنا؟ أسماء بكل الإناث، إناث متداولة خلاص معروفة أن هذه أسماء إناث. أيضا يفضل أن يكون يعني مقبولا في البيئة المحلية، في البيئة المحلية الاسم مقبول وليس ممنوذ في مثل هذه الأسماء، يفضل يكون مقبول. يعني مثلا بعض المناطق أو منطقة معينة في اسم مثلا شخص معروف أنه سيء الأخلاق مثلا، فأنت تحاول تتجنب تسمي مثل هذا الإنسان اللي معروف في هذه الحارة، حاول قدر الإمكان أفضل لابنك. يعني مثلا أعطيكم مثال واحد من الأسماء الجديدة، اسم كاظم مثلا، كاظم، كاظم ماذا يعني؟ كاظم، كاظم، كاظم من الغيب، كاتم. وأيضا اسم مثلا متولي عند إخوان المصريين عندهم متولي، متولي من يتولى المسؤولية، اليوم صغير هو يتولى هذه المسؤولية فمثل هذه الأسماء نتبه لها. أيضا يفضل أن ينطق باللهجة العامية والفصحى متشابهين، إحنا بعض الأحيان نسمي اسم جميل باللغة الفصحى، اللغة العربية الفصحى جميل، لكن لما يجي تنطق بالعامية يضيع الاسم كامل، يرفع الكسرة ولا الضمة ولا يضيع معنى الاسم بالكامل يصبح غريب. يعطيني أمثلة، أمثلة، ها؟ سعيد مثلا، هو سعيد فصار سعيد مثلا، موجودة أمثلة، يعني هو باللغة العربية اسمه جميل، ولكن عندما خاصة فيهم أل التعريف، أل التعريف، إحنا أل التعريف نحذفها مباشرة ونخليها بدون ألف أل التعريف. أيضا آخر شيء يعني هذا مما يفضل أيضا أن يكون الحروف باللغة العربية واللغة الإنجليزية تكون متقاربة إلى حد كبير جدا. يعني ما يكون فرق كبير عندما ينطق باللغة الإنجليزية باعتبار الآن أصبح العالم كله متقارب، بس ينطق باسم ابنك عندما يذهب إلى يدرس الخارج ولا يدرس يكون اسمه أيضا ما فرق بين هذا وذاك. وهناك أسماء عالمية أيضا مثل اسم سارة، سارة اسم عالمي، اسم آدم مثلا، آدم اسم عالمي، بل أكثر من ذلك بعض الأشخاص قالوا بأن الإنسان عندما يسمى باسم سبحان الله هذا الاسم يصبح في سلوكه وفي صفاته. يعني أعطيكم مثال، مثلا في غزوة بدر، غزوة بدر خرجوا ثلاثة كفار ليبارزوا ثلاثة مسلمين، من يعرف أسماء ثلاثة كفار وثلاثة المسلمين؟ وهذا يأخذ هدية اللي يعرف أسماء ثلاثة كفار الذين بارزوا ثلاثة المسلمين، اللي يعرف له هدية. وليد، أحسنت، وشيبة، وربيعة، لا وليد طلتها، شيبة
وليد علي و احسنت هي صح عد عتبة جميل هذا ثلاثة الكفار خلصناه المسلمين حمزة وعلي وعمر أي ثلاثة المسلمين وثلاثة الكفار فلاحظوا معي أسماء الكفار كان ماذا وليد إيش يعني وليد المولود الصغير والثاني شيبة إيش يعني شيبة شيبة مسكين والثالث عتبة إيش عتبة بين عتاب قابلوا من قابلوا عمر قابلوا حمزة قابلوا علي فصرعوهم إذا أردنا نربط بين هذا وذاك أيضا من القصص الجميلة وحشي ماذا فعل وحشي وحشي ماذا فعل قتل سيدنا حمزة ومثل بجثته وحشي هذا أسلم بعين دخل الإسلام فعندما أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني فدي كلمة فقال ما معنى الحليب أو كما قيل قال ما أرد أشوفك يعني أغرب على وجهي يعني هذا عمه في النهاية فظل وحشي في المدينة ولكنه لا يستطيع الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأي وحش أكثر من هذه الوحشة أنك في مدينة منورة مع النبي صلى الله عليه وسلم بس أنت ما قادر أن تلتقي وتجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن شوف لاحظوا معي تأثير الأسماء على المدى البعيد حتى أبعد من ذلك بعضهم في في في, في علم الأسماء ذهبوا حتى لما قالوا آدم من سمى آدم؟ الله عز وجل ومن سمى الله عز وجل أيضا سمى أيضا أنبياء إسحاق من يحيى أحسنت ويعقوب وإبراهيم وأيضا النبي محمد تمام أحمد محمد سماه من الله عز وجل إذا الله عز وجل دخل في تسمية الأنبياء فلذلك هذا مؤشر أيضا على أهمية الاسم عندما يطلق على ذلك الإنسان وأيضا يعني خير معي يقال آدم من الأدمة من البشر ويقال من التراب أيضا من خلق لآدم من حواء صح حواء يقال هكذا من الاحتواء لتحتوي سيدنا آدم بعد ذلك وقس على ذلك الموضوع موضوع يؤخذ فيه ويرد فيه الأشياء كثيرة ولكن نختم به هو أن نحاول قدر الإمكان يا أخواني أن ننتقي ماذا يمكن أن نسمي أبناءنا هذا الهدف من الكل من هذا كل الذي قيل الختام كيف ممكن ننتقي من هذه الأسماء